مدى دقة الفيديو المتداول، هل في طالب توفي، هل في طلبة أصيبوا بكورونا داخل جامعة الأزهر، إيه الحكاية؟ هو الحكاية النهاردة إن طبعا الحمد لله كل رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة موجودين في المشهد، موجودين مع الطلاب. احنا جالنا ان طالب تعبان ودرجة حرارته مرتفعة، وكان على الفور انتقل بعربية اسعاف الادارة الطبية الى مستشفى الحسين الجامعي، وتعمل له اشعة مقطعية، وكان عنده اشتباه وموجود داخل مستشفى الحسين الجامعي. درجة الحرارة نزلت وبتجرى له الفحوصات كانت كام درجة التامة. الحرارة؟ كانت الحرارة 38، الحرارة دلوقتي 37، العيان الاكسجين ساتوريشن بتاعه 98، ما فيش اي اكسجين بياخده ولا في اي حاجه بياخده. ولا الحاله الثانيه كان حاله التهاب زايده معويه دوديه، والحاله عملت العمليه والحمد لله تمام، وده زايده زي اي مريض عادي جدا. والحاله الثالثه كانت مغص كلوي، تلقت العلاج في مستشفى الحسين وعادت الى المدينه الجامعيه. دول الحاجه اللي هو الحدث اليوم بتاع النهارده. فوجئنا زي ما حضرتك كده، تفاجأ جميع المصريين ان في كورونا منتشره والحقونا وانقذونا. وطبعا ده مش جديد طبعا، ان في بعض الناس بتحاول تستغل الحدث، لكن الحمد لله احنا سواء كان اضخم من تدريسيه او اضخم طبيه موجودين دكتور محمود، احنا بنعرض فيديو طالب بعد العمليه اللي هو اعتقد اسمه طالب اللي هو حسن رمضان. نعم. حسن ده اللي كان عنده زايده؟ نعم. هو نعم. اللي عنده زايده؟ وبرضه اتفضل يا فندم. وبقول لحضرتك زي ما بقول لحضرتك كده، الحمله والفيديوهات الحاجه اللي هي موجوده. انا كلموني من حوالي مثلا 3 ساعات وحد بيكلمني وبيقول لي يا دكتور محمود في عندك في الجامعه كذا، قلت له لا ده انا اللي متلقي الحدث وانا اللي الموضوع معايا. وعلى الفور كلمني الدكتور ايمن السعيد مدير الاداره الطبيه وقال لي في عندي طالب درجه حرارته مرتفعه، قلت له خلاص اطلع على مستشفى حسين. على الفور اتحرك الدكتور ايمن نفسه كان موجود مع الطالب وانتقل الطالب لمستشفى حسين فورا. برضه عندهم تعليمات في مستشفيات الجامعيه اللي تتبع جامعه الازهر، ان سواء كان اعضاء التدريس او طلاب او اي منسوب الجامعه على طول بيتلقوا العلاج فوري لو في اشتباه. الطالب في الحسين يا فندم، هل اشتباه كورونا ولا حاجه تانية؟ لا، الطالب اللي موجود في الحسين دلوقتي اشتباه كورونا. اشتباه كورونا. انما درجه الحراره بتاعته رجعت انخفضت تماما، مفيش اي حاجه موجوده. هو طبعا احنا مستنيين البي سي ار يطلع نتيجته، وبرضه نطمن حضرتك ونطمن كل الناس اللي هي موجوده. لكن العيان ده زمايله عملتوا معاهم ايه يا فندم اللي هو اشتباه؟ عملتوا معاهم ايه اللي كانوا حواليه ومعاه وكده؟ لا، مفيش حد تاني ظهرت عليه اي حاجه، ومفيش حد. واحنا اصلا ملتزمين بتعليمات التباعد سواء كان في المدينه الجامعيه او في الامتحانات، يعني كل الاجراءات الاحترازيه بتاخدها الجامعه، يعني كل الاجراءات الاحترازيه. رئيس الجامعه ونواب رئيس الجامعه كانوا موجودين مع سواء كان التوعيه للموظفين بتوع المدن الجامعيه ومدير المدن الجامعيه. احنا اكبر مدن جامعيه موجوده، احنا عندنا 24 مدينه جامعيه على مستوى الجمهوريه. كل الناس كانت تلقى التعليمات بالتباعد، وابتدينا حتى نعمل الناس على فترات تلقيهم لوصولهم لجامعة الأزهر كان بيراعى البعد سواء كان من الصعيد أو سواء كان من وجه بحري. كل حاجة تم تنسيقا بحيث أن جميع الطلاب ما يجوش في وقت واحد ويبقى فيه إجراء احترازي تام. وحضرتك يعني احنا أكبر جامعة يعني استقبلت عالقين كانوا موجودين لما كان بيستقبل عالقين. لا، كم طالب بيمتحن دلوقتي؟ كم طالب بيمتحن؟ يعني كل الطلب اللي عندها امتحانات سواء كان في سنوات النقل او حتى احنا بكره ان شاء الله باذن الله عندنا امتحانات الماجستير والدكتوراه للطلاب اللي هم باقي الدور الماضي، دور سبتمبر. نعم. يعني بكره ان شاء الله عندنا امتحانات الماجستير والدكتوراه، وعندنا امتحانات سواء كان الاندر او البوست، كله بيتم وكله بيتم بتنسيق تام وتنسيق مسبق ويراعى فيه راحة الطلاب وبرضو الحفاظ على منسوب الجامعة سواء كان أعضاء التدريس أو عاملين أو موظفين. دكتور محمود،
الطلبه هم داخلين يعني بيشوف في المدارس والجامعات انه بيكشف على درجه الحراره، هل ده بيحصل في الازهر ولا لا؟ طبعا طبعا بيحصل. طبعا احنا ازاي الطلب دخل يعني اذا حضرته مرتفعه دخل ازاي؟ ما هو 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 قول لي معلش اشرح. انا اقول لحضرتك احنا النهارده الحد والطلاب في المدينه الجامعيه من يوم الاربع اللي فات يعني استقبالنا للمدن الجامعيه كان قبلها بست ايام. فوارد ان حد يسخن، وارد ان حد درجه حرارته ترتفع، وارد ان هو برضه يصاب ببرد، ويكون يعني احنا بنقلق نفسنا وبنعلم الناس ان نقول لهم ان لو في ازمه كورونا دي، والكلام ده احنا بنقوله في وسائل الاعلام، ان احنا نخلينا في الشك افضل، يعني لما نكون في دائره الشك افضل ده حفاظا على المريض نفسه. يعني بنقول للناس لو احنا في عندنا درجه حراره مرتفعه لا بناخدها بحذر وبناخدها بحيطه، عشان خاطر الوقت ده بالذات وقت يعني احنا بنعيش في ازمه، وهذه الازمه يعني من ضمن نجاحها ان انا ما استهترش بالمرض وما يكونش في عندي استهتار حفاظا على الباقين. احنا عندنا اكبر ناس موجوده، يعني احنا لحد يعني في ازمه كورونا اللي فاتت الاولى الجائحه الاولى والجائحه الثانيه عندنا ناس ساكنه في المدن الجامعيه في مدينه البعوث لم تسافر الى بلادها وهي موجوده وبنتعامل معها. واي حد بيكون عنده ارتفاع في درجه حراره وعنده اشتباه بيتم عزله، سواء كان محتاج مستشفى بيتم عزله في المستشفى او بيتم عزله داخل المدن الجامعيه، ومخصصين اماكن للعزل داخل المدن الجامعيه سواء كان الوافدين او سواء كان المصريين، يعني ما بنخليش ده مع ده. واحنا عندنا جامعه الازهر فيها 23,000 وافد من الدول من 107 دوله موجودين، يعني ما سافروش، دول موجودين. حضرتك كانت الجائحه الاولى كانوا موجودين معانا، والجائحه الثانيه كانوا موجودين معانا، واي حاله بيحدث فيها اشتباه سواء كان من الوافدين او من المصريين بيتم التعامل معها يعني على قدم الوسع. دكتور محمود حاج بتقول انه ما عندناش حاله وفيات النهارده بين الطلبه. خالص 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 خالص، هذا عاري تماما بالصحه، بيفكرني بازمه البنت اللي اختطفت بتاعه اسيوط وكانت كذب وكانت شائعه وشائعه مغرضه وشائعه عشان خاطر هم بيحاولوا ان هم يعني المغرضين والمدلسين ومرجفين اللي هم بيحاولوا مروجي الاشاعات ان هم يحاولوا ينالوا من هذه البلد، ولن ينالوا منها ان شاء الله ان شاء الله. لكن الحاله الاشتباه اتعمل لها التحاليل، منتظرين البي سي ار النتيجه، وحرارته 37 وحضرتك الاكسجين بتاعه 98 ومش محتاج اكسجين بياخده، ده هو في الروم الغرفه بتاعته الاكسجين بتاعه 98. لا لا طيب معلش، في مثل هذه الحالات نتعامل ازاي مع القريبين منه اللي بيقعد معاهم اللي بيشوفهم، ولا انتوا عاملين عزل الناس كلها؟ لا يعني لا مش عاملين عزل. طيب ما انا عايز بسال على زمايله نتعامل ازاي. بص حضرتك اي حاله بتكون موجوده واي حاله بيحدث عليها اعراض او شيء او هذا القبيل، ما انا بقول لحضرتك هناك تباعد حتى داخل المدن الجامعيه. يعني الناس مش مكدسه، يعني زمان كانت المدن الجامعيه كان ممكن يكونوا اربعه طلاب موجودين، دلوقتي في تباعد موجود داخل المدن الجامعيه. لا كل واحد يعني الغرفه في اوضه مثلا، ولا الغرفه في الغرفه فيها اثنين. يعني الغرفه فيها اثنين. حضرتك ما فيش تكدس موجود داخل المدن الجامعيه زي ما كان في الماضي، عشان خاطر مراعاه للظرف الحدث اللي هو موجود وبيدور في العالم كله. لا معلش معلش مرة تانية، زميله اللي قاعد معاه هل حد معاه في أوضة ولا هو لوحده في أوضة؟ لا لا اللي معاه في الغرفة ده سعادتك بيبقى تحت الملاحظة وبيبقى موجود تحت الملاحظة، ولو في أي حاجة بتظهر عليه ولا حاجة، احنا عندنا معاليك المدن الجامعية النبطشية موجودة تحت الأطباء، موجودة 24 ساعة في المدن الجامعية. الأطباء موجودين 24 ساعة سواء كان في مدينة البنات أو في مدينة البنين. حضرتك الإسعاف موجود 24 ساعة، البلاغ بيتم فورا لو في أي حاجة على طول في الحدث، الناس بتكون موجودة. طب معلش اكتشفنا أي حد كان مخالط. نعم يا فندم. أيوه اتفضل. أي حد مخالط سعادتك ده بيقطع للي هو بيكون موجود كونتاكت مع الأطباء، يعني بمعنى إنه تحت ملاحظة الأطباء. طيب. في اي حاجه ظهرت عليه هو الثاني بيتم عزله. هذا الطالب دكتور محمود معلش انا اسف، هذا الطالب اكتشفناه ازاي او ايه اللي حصل وبالتالي بدا نقله بسياره اسعاف للمستشفى، ايه اللي حصل؟ هو حضرتك بلغ ان هو تعبان، وعلى طول على طول الناس سواء كانوا مراقبين للامتحانات بيبلغوا على طول الاداره الطبيه، والاداره الطبيه على الفور موجوده. الاداره الطبيه حضرتك موجوده والنبطشيه موجوده، انا مش بقول لحضرتك النبطشيه موجوده، الاطباء موجودين على طول،
ما فيش حد، ما فيش اجازات، ما فيش كله حضرتك موجود. بمجرد البلاغه على طول مباشره، بمجرد ان مدير الاداره الطبيه كان موجود، وعلى طول الاسعاف، وعلى طول تحرك على الفور على مستشفى الحسين الجامعي. مره ثانيه حضرتك بتنفي انه عندنا حاله اشتباه، والحالتين التانيين عندهم اصابات مختلفه مش كورونا، وما عندناش وفيات. نعم يا فندم، نعم. بشكرك دكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة